شكرا 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 سيد الامين العام رعيان، عافاك خليه يقول كلمة ديالو. يلا سلموا صلى الى جاه سيدنا محمد. شكرا ساعدوا السيد الامين العام لانه عيان، الله يرضي عليكم. تفضلوا راه خذوا الاماكن. لا الله يرضي عليكم. لا لا ماشي هكا غترحبوا به، بينوا بانكم منتظمين وبانكم فرحانين به. الرجال هما اللي كيقفوا للنساء، ماشي النساء اللي كيقفوا للرجال. تفضل تفضل خذوا الاماكن ديالكم. شكرا 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 على هذه المفاجاه السيد الامين العام. السيده شكرا شكرا، خليه يتكلم الله يرضي عليكم. عاونوه عاونوه، غير خليهم خليهم نرجعوا غير نرجعوا لهذا الجيب باش نشوف. السادة السيدات المؤتمرات، لا إذا سمحتوا إذا سمحتوا إذا سمحتوا الله يخليكم. لا لا عافاكم شوية الصمت، نسمعوا الكلمة باش ديال السيد الأمين العام الله يرضي عليكم. إلى عزيز عليكم سمعوا له الله يرضي عليكم. أجيو لهاد الجي عافاكم، أجيو لهاد الجي، أجيو كلشي لهاد الجي، أجيو كلشي لهاد الجي. إذا سمحتم أو سمحتن، في الحقيقة كان عندي موعدا، كان عندي موعد مع الطبيب، ولكن أعتقد أن موعد مع نساء حزب الأصالة والمعاصرة يعلو بكثير من موعد مع الطبيب. لأن أرى فيكم المستقبل والأمل، أرى فيكن حزب الأصالة والمعاصرة في المستقبل القريب. سنعمل جميعا وفي مواجهة الجميع من أجل أن نعطي للمرأة حقها في هذا البلد. حزب الأصالة والمعاصرة لا يدافع عن المرأة من منطلق قناعة فقط بالمناصفة، بل يدافع عن حق المرأة لأنه أولا وأخيرا حق، وإذا كان حق فرضته الطبيعة وفرضه الوجود وفرضه الله سبحانه وتعالى. لذلك فالمناصفة حق، والاحترام حق، ومنح للمرأة دور في المجتمع حق. المرأة تقدم الكثير لهذا البلد ولكن تأخذ القليل. لذلك لا تسمعوا لما يقولون، لا يهمكم ما يصفون به، فهذه معركة تشرفني. لذلك أنا مستعد أن أتحمل جميع النعوت وجميع الشتائم وجميع السباب من أجل المرأة، فهذا شرف وهذه معركة لها شرف. نحن لا نريد أن نغير وضعية المرأة، بل نريد فقط أن ننصفها وفقا لطبيعة الوجود ولطبيعة دورها. أما حقوقها فكما قلت فهي موجودة في القانون الطبيعي، موجودة في الطبيعة. لذلك نحن لا نخلق قوانين جديدة، نحن فقط نكتشف القوانين الموجودة في الطبيعة والتي تنصف المرأة كما تنصف الرجل، وهم لا يريدون ذلك ويختبئون وراء تشويه لآيات قرآنية وتفسيرات معينة من أجل أن تصبح تظل المرأة دائما في وضعيتها التي كانت عليها. ولكن لن نسكت، سنستمر وسنغير وسنعطي للمرأة حقها. المرأة أمنا، والمرأة أختنا، والمرأة زوجاتنا، والمرأة مناضلاتنا، والمرأة صديقاتنا، والمرأة جزء من حياتنا. لذلك لا يمكن لنا أن نكون مثلهم، نتصف باللؤم ولا نعترف بالحق ولا نعترف بالخير ولا نعترف باللواتي عملنا خيرا حتى أصبحنا رجالا نستطيع أن نتكلم وأن ندافع عن الحقيقة. لذلك تأكدوا أن المعركة ستكون كبيرة في الشهور المقبلة، المعركة ستكون كبيرة،
وعنيفة وقوية، ولكننا سننتصر، سنحقق ما نريد. ستكون المعركة الأخيرة للإنهاء مع الإقصاء مع النساء، ستكون المعركة الأخيرة في ظلم النساء، ستكون المعركة الأخيرة في الظلم الذي منذ السنوات ونحن نراكمه في هذا البلد ضد النساء. تأكدوا بأن هناك قوة داخل هذا البلد تدعمكن، وأنتم معي وأنا معكن، سنستمر وسنغير. سنؤثر في قانون المسطرة، عفوا، في قانون مدونة الأسرة، وسنغير كل النصوص. سندعو وسنناضل من أجل أن تتغير نصوص الطلاق، نصوص الزواج، ضمانات الزواج، ضمانات الحياة، الولاية والحضانة. سنناقش كل شيء، كل ما يمكن، لأنه نحن أسسنا هذا الحزب لنغير تاريخ هذه الأمة، وتغيير وضعية المرأة هو تغيير لتاريخ هذه الأمة نحو الأفضل. لهذا تأكدوا أن كنا ستنتصرن، وأن الأمل أمامكن، وأنا مرتاح رغم أنني كنت في المستشفى نائم تتبعت عن طريق الهاتف كلماتكن. لكن اسمحوا لي أن أشكر اللجنة التحضيرية ورئيستها الأخت السعدية فاطمة وجميع من ساهم في هذا المؤتمر. إنها الخطوة الأولى نحو المستقبل. لهذا تحملوا واقبلوا وتنازلوا فيما بينكن من أجل إنشاء أجهزة هذه المؤسسة، وبعد ذلك سيكون الطريق طويلا، وسيكون مطلوبا منا أن نساهم جميعا من أجل بناء مستقبل هذه المنظمة وبناء هذه المنظمة. يا كنا أن تدخلن في نقاشات وصراعات هامشية، لأننا نحتاج إليكن في المستقبل القريب، لأن المعركة آتية وأنا محتاج إليكن. أما ما يكتبون وما يقولون وما فذلك يشرفني، لأنه يدخل في معركة المرأة، وإذا كان من أجل معركة المرأة فأنا مستعد أن أتحمل كل شيء. شكرا لكم. لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.